شأن مغير، شاركت الجزائر في الطبعة الثانية لمنتدى أندونيسيا إفريقيا المنعقد في بالي الأندونيسية. هذا المنتدى الذي افتتحه الرئيس الأندونيسي وحضره عدد من قادة الدول الإفريقية، وترأس الوفد الجزائري وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، الذي أبرز في كلمته جهود الجزائر في تعزيز التكامل الاقتصادي الإفريقي من خلال مشاريع استراتيجية مثل الطريق العابر للصحراء وشبكة الألياف البصرية، إضافة إلى مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري. تكليف من السيد رئيس الجمهورية نشارك اليوم في الطبعة الثانية للمؤتمر للمنتدى الإفريقي الأندونيسي. هدف هذا المؤتمر هو تعزيز التبادلات الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين الدول القارة الإفريقية وبين أندونيسيا، ويدخل هذا المؤتمر أيضا كاستمرارية لروح مؤتمر باندونغ والذي تسعى من خلاله أندونيسيا لمساعدة مختلف الدول الإفريقية في تحقيق التنمية. طبعا هذه السنة شهدت حضور عدد من القادة الأفارقة من الوزراء وممثلين من القطاع العام والقطاع الخاص.